أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا خاصة لطلاب الثانوي الصناعي نظام ال5 سنوات. دي هتبقى حلقة مراجعة ليكو على ما تم دراسته خلال الترم الأول في مادة CNC. اهلا بكم ابنائي تخصص تشغيل المعادي نظام ال5 سنوات. النهارده ان شاء الله هنبدا حلقتنا باسئله المراجعه، وطبعا باوصيكم بدايه الحلقه ان احنا نركز كويس جدا في الاسئله اللي هتعرض علينا، ونركز ازاي نقدر نطلع الداتا بتاعتنا بشكل حرفي من السؤال، وازاي نقدر نجاوب على السؤال بتاعنا اجابه نموذجيه كي نحصل على اعلى الدرجات باذن الله. مع بعضينا كده بقى على اول سؤال معانا على الشاشة بتاعتنا، ونشوف السؤال بتاعنا طالب ايه مع بعضينا كده على الشاشة. السؤال بتاعنا بيقول لي: ماذا يقصد بمفهوم CNC؟ يبقى انا الداتا بتاعتي اللي قدامي هو عايز يعرف مني يعني ايه مفهوم CNC. CNC ده هو 3 حروف اختصار لثلاث كلمات زي اللي قدامنا كده بالظبط: كمبيوتر نيوميريكال كنترول. ده معنى حروف CNC. طب يعني ايه بقى مفهوم CNC دوت؟ هو تطبيق لاحد الطرق العادية للتحكم في ماكينات التحكم العددي. طيب يبقى انا دلوقتي هستخدم طريقة عددية علشان اتحكم بيها في المكن. معنى كده يا مس ان CNC ده هو مكن مش تقليدي، هو مكن بيشتغل عن طريق البرمجة. ايوه بالظبط كده، وبستخدم له احد الطرق العددية علشان اقدر اتحكم في المكنة من خلالها. يبقى لما اجي اعرف CNC هقول هي احد الطرق العددية للتحكم في ماكينات التحكم العددي. عن طريق ايه؟ عن طريق حروف ورموز وارقام كونت جميعها لتكون برنامج التشغيل. حلو قوي، يعني انا هتحكم في المكنة ديت ببرنامج تشغيل مكون من ايه؟ من حروف ورموز وارقام. طيب المكن ده هيبقى مكون من ايه؟ من جهاز حاسب آلي والماكينة بتاعتي وجهاز البرمجة او جهاز التحكم اللي يقدر يحول لي لغة الحاسب الآلي الى لغة الايه؟ الماكينة بتاعتي. يبقى انا لما اجي اعرف يعني ايه CNC هقول هي احد الطرق العددية للتحكم في الماكينات عن طريق ايه؟ حروف ورموز وارقام. الحروف والرموز والارقام دي هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها برنامج. البرنامج ده هيعمل ايه في المكنة؟ هيحول لغة الحاسب الآلي الى لغة الماكينة، تمام؟ ويبقى انا كده انتجت المنتج بتاعي عن طريق عملية البرمجة والتحكم الآلي وليس التحكم اليدوي. ده كده مفهوم CNC. مع بعضين بقى نشوف الإجابة بتاعتنا على السلايد بتاعتنا. الإجابة بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن مفهوم CNC هو تطبيق لأحد الطرق العادية للتحكم في الماكينات، وذلك عن طريق حروف ورموز وأرقام كونت جميعها علشان أعمل بيها برنامج التشغيل. وقد سميت CNC لأنها تحتوي على جهاز كمبيوتر وماكينة وجهاز التحول بين الاثنين، تمام؟ طب السؤال التاني بقى بيقول لنا إيه؟ اذكر أجزاء ماكينة CNC. حضرتك قلت لنا دلوقتي المكنة تشتغل أوتوميشن. الأجزاء بقى بتاعت المكنة ديت، أول حاجة الماكينة وهي التي تقوم بعمليات الإيه؟ التشغيل. طب والجزء الثاني وحدة التحكم وهي المسؤولة عن التحكم في محركات الماكينة، والجزء الثالث هو عبارة عن الكمبيوتر. وإيه وظيفة الكمبيوتر ده يا شباب؟ أنا بكتب عليه البرنامج وبحفظ فيه البرنامج، تمام؟ ووظيفته يبقى هنا الكمبيوتر بيكون مرتبط ارتباطا مباشرا بمين؟ بالمكنة. وظيفته حاجتين:
اكتب عليه البرنامج واحفظ عليه الايه البرنامج بتاعي. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي لما يجي لي سؤال يقول لي ايه اجزاء ماكينات التحكم العددي، هقول له اجزاء ماكينات التحكم العددي هي 3 اجزاء. اول حاجه الماكينه، طب وايه وظيفتها؟ هي اللي بتقوم بعمليات التشغيل. طب وايه كمان؟ قال لي وحده التحكم. طب وحده التحكم دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتتحكم في كل اوردر بدي لمين؟ للماكينه بتاعتي. يعني وحده التحكم هي التي تتحكم في محركات الماكينه كلها. ليه؟ لان انا مش بشغل المكنه بايدي، بقى في بدل ايدي محرك. طب ومين اللي بيتحكم في تشغيل المحرك؟ وحدة التحكم. يبقى وحدة التحكم هي التي تتحكم في كل محركات الماكينة. عندنا ايه كمان في اجزاء المكنة؟ عندنا الحاسب الآلي. طب وظيفة الحاسب الآلي في المكن ده ايه؟ قال لي الحاسب الآلي بيكون متصل اتصالا مباشرا بالماكينة. طيب حلو قوي، هو بيتصل اتصالا مباشرا بالماكينه، وظيفته ايه برضك؟ اكتب عليه البرنامج واحفظ من خلاله الايه البرنامج بتاعي، وابدا ادي الاوردر لوحده التحكم من خلاله، ووحده التحكم تحول لي البرنامج او الاوردر اللي هي خدته دوت الى عمليات تشغيل تنفيذيه داخل مين؟ داخل المكنه. قد تكون حركه في المكينة، يعني تدي اوردر لحركة اجزاء المكنة، او تدي اوردر لتشغيل محركات الايه المكينة. يعني ممكن تديني في المكنة اشارة حركية او اشارة كهربية. تمام حبايبي، ده كده اجزاء ماكينة سي ان سي، الماكينة، وحدة التحكم، جهاز الحاسب الالي، وعرفنا وظيفة كل جزء من هذه الاجزاء. نشوف سؤال جميل تاني بقى. هنا بيقول لي ايه؟ اشرح انظمة التحكم العددي. انا عندي انظمة التحكم العددي كم نظام؟ قال لي 3 انظمة. اول نظام ال ان سي. يا ميس حضرتك كنت بتقول لنا من شوية سي ان سي، احنا دلوقتي بنقول ان سي بس ليه؟ ده اول موديل طلع في مكان بتاعنا ذو التحكم العددي. الان سي ده كانت عبارة عن مكنة بتشتغل بجهاز برمجة. جهاز البرمجة بتاعي ده عبارة عن شريط مثقب وبتشتغل بالكمات، فاذا ما كانتش فيها جهاز حاسب آلي ملحق بيها، لذلك السي بتاعت الكمبيوتر انا شلتها من المصطلح بتاعها وقلت ان المصطلح بتاعها ان سي. يبقى اول ما تشوف اول نظام اتعمل في المكان ده كان نظام الان سي. ايه هو نظام الان سي؟ نظام برمجة ثابت يعمل بالشريط المثقب. يعني ايه الشريط المثقب؟ الشريط ده فيه ثقب وفي جزء بيبقى مش غير مثقب. الثقب ده بيدي معلومة، المكنة بتشتغل على هذه المعلومة، بتفضل هذه المعلومة في التنفيذ حتى يأتي لها ثقب ايه؟ ثقب جديد بتنفيذ معلومة ايه؟ اخرى. ده كده كان نظام المكن في البداية، اعمل شريط مثقب لانتاج منتج ايه واحد، ولو حبيت اعدل في تصميم المنتج ده اشيل الشريط المثقب ده وارميه واعمل شريط مثقب اخر لخطوات تنفيذ المنتج الايه التاني. لذلك احنا فكرنا وقلنا ما ينفعش الكلام ده يحصل مع احتياجاتنا في سوق الايه في سوق العمل. لذلك رحنا وبدأنا ان احنا نفكر ان انا اجيب جهاز حاسب آلي والحقه بالماكينة وتبدأ تدخل له عملية السوفت ايه بروجرام، ادخل له عملية البرمجة المرنة، ادخل له عملية البرمجة الايه المرنة. وده اللي نقلنا ان احنا نبدأ نعمل مكن السي ان سي. يبقى تاني نظام تحكم هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن نظام السي ان سي. نظام السي ان سي هو عبارة عن جهاز كمبيوتر اصبح ملحق بالماكينة بتاعتي. جهاز الكمبيوتر ده بقى بياخد المعلومة اللي انا عايزها يديها لوحدة تحكم، وحدة التحكم تحول لغة البرمجة الى لغة تنفيذ الماكينة اللي هي اللغة الكهربية. هي المكنة تعرف اكواد؟ لا. هي المكنة تعرف اشارات؟
كهربية جاية لها، الإشارات دي هتحرك أجزائها، وبناء عن تحريك أجزاء الماكينة أبدأ أنفذ المنتج إيه بتاعي. يبقى كان لازم إن أنا ألحق الماكينة بتاعتي بجهاز حاسب آلي، ولذلك سميناها سي إن سي، كمبيوتر نيوميريكال إيه كنترول. يبقى الـ إن سي كانت النظام الأساسي بدون إلحاق جهاز حاسب آلي لمين؟ للماكينة، وده كان اسمه النظام البرمجة الثابت الذي لا يتم فيه تعديل إيه عمليات التنفيذ. إنما السي إن سي هو نظام برمجة مرن، بالتالي أنا أقدر أعدل فيه عمليات التنفيذ، وأقدر أبدل وأغير في خطوات الإنتاج، وأقدر أغير في شكل المنتجات وحجم الإيه المنتجات عن طريق الموديل بتاع مين؟ نظام السي إن سي. حلو أوي. طب إيه النظام اللي بعد كده بقى يا ولاد؟ قال لي نظام الدي إن سي. طب إيه الدي إن سي دوت يا ميس؟ قال لي دي حاجة اسمها دايركشن نيوميريكال كنترول. احنا عايزين نفهم بقى يعني ايه كمبيوتر نيوميريكال كنترول، ويعني ايه دايركشن نيوميريكال كنترول. تمام يا شباب، مكن السي ان سي هو عبارة عن مكنة بتبقى ملحقة بجهاز الحاسب الآلي. لو كل مكنة ملحقة بجهاز نظام البرمجة فيها بيبقى نظام برمجة اسمه برمجة غير مباشرة. ليه؟ لان انا ببرمج المكنة دي من جهازها، واروح للمكنة اللي بعديها ابرمجها من خلال الجهاز بتاعها، واروح للمكنة التانية ابرمجها من خلال الجهاز ايه بتاعها. طيب انا بقى عايزة جهاز واحد يبرمج لي كل المكن اللي موجودة عندي في عنبر التشغيل مرة واحدة، ده اسمه ايه بقى يا ولاد؟ نظام البرمجة المباشر او نظام البرمجة المركزي. حلوة قوي. يبقى انا عندي سيستم يخليني اعمل برمجة مباشرة، بسميه ايه بقى؟ بسميه الدي ان سي. يعني ايه الدي ان سي؟ دايركشن نيوميريكال كنترول. نطلع من هنا يا ميس، لما يجي يسألني على انظمة التحكم اقول ان انا عندي كام نظام؟ 3 انظمة. اول نظام الـ NC وفيه العمليات ثابتة وغير قابلة للتغيير، وبستخدم فيه الشريط المثقب. طب والـ CNC ده مكان ملحق بجهاز كمبيوتر، وبيتم البرمجة بتاعته برمجة غير ايه؟ غير مباشرة. ليه؟ لان بيتم برمجة كل ماكينة على حدة، بس مميزاته ان جهاز الكمبيوتر بيكون متصل بالماكينة بتاعتي، واني اقدر ان انا اعمل عملية برمجة لاكتر من مشغولات باشكال مختلفة واحجام ايه مختلفة. طب احنا عايزين الاسهل بقى يا ميس، نظام الدي ان سي. ليه ده اسهل؟ عشان هبرمج من جهاز واحد كل المكن اللي عندي في عنبر التشغيل مرة ايه؟ مرة واحدة، وده بنسميه دايركشن نيوميريكال ايه؟ كنترول. دايركشن نيوميريكال كنترول. مع بعضينا بقى على السلايد بتاعتنا الجميلة، ونشوف اجابة السؤال ده نقدر نجاوبه ازاي. احنا عندنا اول سيستم، السيستم الاولاني خالص اللي هو اشرح انظمة التحكم العددي. قلنا يوجد 3 انظمة للتحكم في ماكينات التحكم العددي. اولا نظام التحكم الـ NC، وده نظام برمجة بتكون فيه الماكينة تعمل بواسطة الشريط الايه المثقب. طب ونظام الـ CNC؟ قال الكمبيوتر في هذه المكنة بيكون متصل اتصالا مباشرا بمين؟ بالماكينة، ويسمى هذا النوع من انواع البرمجة الايه؟ الغير مباشرة. طيب نظام الدي ان سي هو نظام بنقول عليه دايركشن نيوميريكال كنترول. الكمبيوتر بيكون في مكان بعيد جدا عن الماكينة التي يعمل ايه معها. باستخدام هذا النوع من التحكم اقدر اتحكم وابرمج اكثر من ماكينة في وقت واحد عن طريق كمبيوتر مركزي. عن طريق ايه ولاد؟ كمبيوتر مركزي. جاي لي سؤال جميل قوي بعد كده بيقول لي اذكر مميزات وعيوب ماكينات التحكم العددي الـ CNC. حلو قوي. انا عندي المميزات بتاعه المكن ده ايه؟ اول حاجه تقليل الزمن الضائع بدون انتاج ايه فعل. المكن ده لا بيقف ولا بيتعطل في اي وقت من خلال اليوم اللي هو الانتاجي. معنى كده ان مفيش اي زمن ضائع من غير انتاج ايه فعلي.
انا عندي العامل في الورشة ممكن يقفل المكنة عشان يفطر، يقفل المكنة علشان خاطر يروح يجيب اداة قياس يقيس بيها، ممكن يقفل المكنة علشان خاطر الاضاءة بتاعته مش مظبوطة، مش هيعرف يشتغل في الجو ده. انما الماكينة ديت هي بتشتغل عن طريق برنامج، فهي شغالة ال 24 ساعة مش بتقف. وبعدين مفيش اي فترات ريست ما بين المنتج والايه والتاني، فبالتالي مفيش اي وقت ضائع بدون انتاج فعلي، ودي اول ميزة. الميزة التانية المثبتات والمرشدات اللي انا بستخدمها في هذه النوع من الماكينات اقل بساطة من الماكينات الايه التقليدية. احنا في المكن التقليدي علشان اثبت حاجة اروح اجيب مسامير وقمطة واقعد افك واركب وابدأ اربط، معنى الكلام دوت مش عندي هنا في مكن السي ان سي. طب انا مش عندي ليه في مكن السي ان سي؟ لان انا اول ما بحط المنتج بشغل الكهرباء، بيتولد مجال مغناطيسي بيمسك الشغلة مع صينية الايه المشغولات. انا ما بحتاجش وسائل تثبيت في هذا النوع من الايه من الماكينات. يبقى المميزات الجميلة بتاعت مكن التحكم العددي، اول ميزة تقليل الوقت الضائع بدون انتاج فعلي. لا المكنة بتتقفل عشان افطر، ولا المكنة بتتقفل علشان فيه اهتزازات، ولا المكنة بتتقفل عشان اروح اجيب عدة وايه واجي. يبقى اول حاجة تقليل الوقت الضائع بدون انتاج ايه فعلي. الحاجة التانية ايه؟ قال لي المكن ده ما بيحتاجش اجهزة مثبتات ولا مرشدات معقدة. ليه؟ لان المكن ده بمجرد ما انا ما بشغله بيتولد مجال مغناطيسي ما بين المنتج وما بين الصينية اللي انا مثبت عليها الشغلة، فبالتالي المجال المغناطيسي ده بيبدأ يمسك الايه الشغلة بتاعتي. بمجرد ما افصل التيار الكهربي الشغلة بتسيب الصينية واقدر ان انا افكها بشكل ايه بسيط. يبقى انا ما بحتاجش مرشدات ولا مثبتات معقدة كما يحدث في ماكينات التشغيل الايه التقليدية. طب ايه الميزة كمان الجميلة؟ قال لي يحقق هذا النظام اكثر مرونة في التغيرات في انتاج الايه المنتجات. يعني ايه الجمال ده بقى؟ انت حطيت العدة بتاعتك، بدل ما بتحط عدة واحدة بتحط في البرج 6 أو 8 عدد. معنى كده اي حاجة انت عايز تنفذها في المنتج وعايز تغير خطوة او شكل في المنتج وانت واقف على جهاز الكمبيوتر، بتروح مدخل الرسمة الجديدة بالمنتج بتاعك الجديدة بعد التعديل، بياخد لك الرسمة ويبدأ يحولها لك لايه لاكواد، وتبدأ المكنة تشتغل على الديزاين اللي انت عايزه ايه جديد. ايه الجمال ده؟ يبقى المكن ده عبارة عن مكن مرن بيقبل اي تغيرات انا عايزها تحدث في المنتج ايه بتاعي. يبقى ده هنا بيحقق نظام انتاج اكثر مرونة للتغيرات في جداول الانتاج. ايه كمان؟ قال لي السهولة في تقليل اي تغيرات في تصميم القطع المنتجة، لان ذلك يحتاج فقط الى تغيير في البرنامج. اعمل لي اي حاجة عايز تغيرها في المنتج، غير لي في البرنامج وانا هنتج لك اللي انت ايه اللي انت عايزه. قال لي زيادة دقة التصنيع وتقليل الاخطاء التي قد يقع فيها مين؟ العاملين. ودي نقطة مهمة جدا جدا يا شباب. هنا بيقول لي ان المكان ده بيطلع لي كواليتي فوق، يعني 100%. ليه؟ لان انا بشتغل ببرنامج، البرنامج ده في الابعاد الصحيحة اللي انا عايزها بالظبط، وفي الدقة اللي انا عايزها، ودرجة التشطيب اللي انا عايزها بالظبط. الشغل بتاعي آلي، فبالتالي البرنامج اللي انا مدياه طالما صحيح هيطلع المنتج بتاعي بدقة عالية كاد تكون 100%. اذا انا بقلل الاخطاء التي قد يقع فيها الايه العاملين اللي هم كانوا بيشتغلوا التشغيل الايه اليدوي او المانيوال. تمام يا حبايبي؟ ده كانت مميزات ماكينة التحكم العددي. يبقى اول حاجة تقليل الوقت الضائع بدون انتاج فعلي، تاني حاجة اقدر اغير في المنتج بتاعي عن طريق تغيير البرنامج فقط، تالت حاجة تقليل الاخطاء التي قد يقع فيها الايه العاملون، بتقلل الوقت اللي انا ممكن انفذ فيه المنتج ايه بتاعي. لو انا هنفذه مانيوال في ساعة، هي بتعملهولي في 10 دقايق، وبتعملهولي بدقة اعلى كتير جدا، اضعاف اضعاف التشغيل الايه المانيوال.
تمام. دي كده المميزات الجميلة للمكن الجميل بتاعنا. طيب احنا عايزين نعرف بقى عيوب المكن ده ايه. قال لي المكن ده احنا قلنا ان كل محور تشغيل محتاج لمحرك، معنى كده ان هيحصل فيه صيانة كهربائية كتيرة جدا، يبقى زيادة الصيانة الكهربائية. المكن ده انا هشتريه بفلوس كتيرة في الاول، فيبقى عندي التكلفة الاستثمارية المبدئية لهذا النوع من الماكينات هتبقى ايه؟ كبيرة جدا. بس من ضمن مميزاته، احنا دلوقتي بنقول عيوب، ما انا هدفع كتير بس في اثناء التشغيل هو ما بيضيعليش اي وقت غير في الانتاج، غير في يعني ما بيضيعليش وقت خارج الانتاج الايه؟ الفعل. فانا هدفع مبالغ كبيرة في شرائه بس هيديني منتجات كتيرة جدا اقدر تعوض لي ارباح الفلوس اللي انا ايه؟ دفعتها في الاول، تمام. يبقى من عيوب هذا النوع من الماكينات، اول حاجه التكلفه الابتدائيه لاستثمار في هذا المكن بتبقى كبيره جدا، ثانيا بتكون الصيانه الكهربائيه للمحركات في هذا المكن بتكون كتيره جدا، تمام. طيب احنا بقى نبدا نشوف العيوب بتاعتنا على الشاشه وفي السلايد بتاعتنا. اول حاجه احنا بنقول العيوب بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ زياده الصيانه الكهربائيه وتنوعها داخل الايه؟ المصنع، بتحتاج صيانه كهربائيه كتير. ارتفاع التكلفه الابتدائيه لماكينات السي ان سي. طب وايه كمان؟ ارتفاع تكلفه تشغيل الماكينه. وهقول لك يعني ايه ارتفاع تكلفه تشغيل الماكينه. يعني ايه يا ميس ارتفاع تكلفه تشغيل الماكينه ديت؟ المكنه بتاعت السي ان سي يا اولاد بتحتاج ان هي تتحط في معمل، والمعمل ده لازم يكون مكيف، والعده بتاعتي بتحتاج ان هي تبقى مخزونه في درجه حراره معينه. لو زادت درجه الحراره بتاعت المعمل بتاعي عن الدرجه المسموح بيها بلاقي العده وهي شغاله ما بتطلعليش الابعاد المظبوطه بتاعتي، فاذا هي بتحتاج الى تكلفه تشغيل عاليه. ليه بتحتاج لتكلفه تشغيل عاليه؟ العده بتاعتي بتكون من معدن خاص غير غير العده المانيوال. كمان المكنه نفسها لازم تكون موجودة في معمل مكيف وفي درجة حرارة معينة، فإذا أنا لازم أكلف لها بيئة العمل اللي هي هتعمل فيها هذه الماكينة. فالتكلفة دي هي دي بتعتبر تكلفة تشغيل. يعني أنا عندي التكلفة اللي أنا هشتري بيها عالية، وتكلفة تشغيل المكنة إيه؟ عالية، والصيانة الكهربائية بتاعتها كتير. دي عيوب ماكينات التحكم العدل. وبكده يبقى ده سؤالنا عن مميزات وعيوب ماكينات التحكم العدد. السؤال اللي جاي لنا ده جميل جدا، قارن بين ماكينات التحكم العدد اللي هي تشتغل بالحاسب الآلي ديت وماكينات التقليديه، ماكينات التشغيل الايه؟ التقليديه. هنقارن ما بين ماكينات التحكم العددي والماكينات الايه؟ التقليديه. مع بعضينا بقى نشوف جدول المقارنه بتاعنا هيكون من حيث ايه. قال لي قارن بين ماكينة التحكم العددي والماكينات التقليدية. أولا من حيث الشكل، المكنة التقليدية هي مكنة شكلها تقليدي الشكل، إنما مكنة السي إن سي هتكون محاطة بغلاف اللي هو زجاجي، اللي هو الباب اللي بفتح بيه عشان أركب الشغلة والإيه؟ والعدة. طب إيه فايدة الباب ده بقى يا ميس؟ قال لي الباب ده بيحميلي العامل من الضوضاء ومن الرايش ومن سائل التبريد ان هو ايه؟ يطرطش في وشه. يبقى انا عندي هنا المكن التقليدي من حيث الشكل فهو تقليدي الشكل، ولكن مكن التحكم العددي محاط بغلاف لحمايه العامل من الرايش وسائل التبريد وايه كمان؟ والضوضاء. طب الهيكل؟ قال لي الهيكل بتاعي اقل قساوه من ماكينات السي ان سي، اذا ماكينات السي ان سي اكثر قساوه من ماكينات التحكم العددي. قال لي عمود نقل الحركه بقى، لازم نركز في الحته دي، عمود نقل الحركه في المكن المانيوال بيبقى على وش شبه منحرف. عمود نقل الحركة في الماكينات السي ان سي بيبقى عبارة عن ألاووز كروي. وايه الفرق ما بينهم؟ ليه عملت هنا كروي وعملت هنا عمود شبه منحرف؟ انا تخطيت العيوب للتقليدي بان انا غيرت السبندل بتاعي، بدل ما هو ألاووز شبه منحرف عملته ألاووز كروي. ليه؟ علشان ازود السرعة، اقلل درجة الحرارة، ابدا ان انا احافظ على العمر الافتراضي. ليه كل الكلام ده؟ لان الألاووز الكروي بيقلل الاحتكاك،
وطالما قلل الاحتكاك يبقى بقلل درجة الحرارة المتولدة للأجزاء المتحركة الميكانيكية، وطالما قللت الاحتكاك زودت الايه؟ السرعة. بما اني قللت درجة الحرارة وزودت السرعة يبقى حافظت على العمر الافتراضي للجزء المتحرك في الماكينة بتاعتي. طب مصدر الحركة، مصدر الحركة في المكن العادي بيجيني من محرك واحد ذو تيار متردد. مصدر الحركة في مكن السي ان سي كل محور دوران بيركب له محرك. دقة عملية التشغيل، دقة عملية التشغيل في المكن المانيوال بتوصل لواحد من عشرة أو واحد من مية من الملي. دقة عملية التشغيل في مكن السي ان سي أقل حاجة واحد من ألف. احنا دلوقتي في زماننا ده مع الأوبشن الجديد في المكن ده يا ولاد وصلنا لحاجة اسمها التيرا والنانو، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي الاوبشن في مكن السي ان سي بقى بيديني درجه تشطيب، يعني عايز اقول يكاد يكون المعدن بيبقى ازاز، يعني السطح بتاعه ناعم جدا، سموث جدا جدا جدا. ده من ايه؟ كل ماده ما الكواليتي والجوده بتاعت اجهزه القياس بتاعت المكن ديت بتزيد، وبالتالي ده بيأثر على تشطيب المنتج اللي عندي. يبقى انا لما اجي اقارن ما بين الدقه في المكن السي ان سي والدقه في المكن المانيوال، المكن المانيوال كبيره قوي يعمل لي تشطيب لحد واحد من مية من الملي. طيب السي ان سي وصل دلوقتي لواحد في عشرة اس ماينس 12، اس ماينس 12، تمام يا ولاد؟ يعني فرق شاسع جدا ما بين الدقه والتشطيب على المكن المانيوال والمكن السي ان سي. طب ده بيتطلب ايه بقى؟ بيقول لي العماله في المكن المانيوال بحتاج لعامل يا دوبك يكون صنايعي، عامل ماهر يعرف يشتغل على المكنه ديت، انما مكن السي ان سي محتاج لعامل مدرب على برامج التحكم الايه؟ العددي. عامل مدرب على الكنترول يعرف يشتغل على برامج التحكم الايه؟ العددي، مش اي عامل هيجيلي. تمام؟ يبقى انا عندي هنا العماله في مكن التقليدي بتحتاج لعامل ماهر، انما العماله في مكن السي ان سي بتحتاج لعامل مدرب على برمجه ماكينات التحكم الايه؟ العددي. طب احنا لما نيجي نقول بقى يا اولاد بالنسبه للتكلفه، تكلفه المكن السي ان سي يعني هو كان المنهج بتاعنا ده بيقول لك خمس اضعاف، ده كان زمان الكلام ده. دلوقتي المكن السي ان سي بيوصل يمكن يعني اقول ايه يعني 30 40 ضعف المكن الايه؟ المانيوال. وفقا لمين؟ وفقا للاوبشن اللي هو شغال بيه، ووفقا لاحتياجاتي انا في السوق دلوقتي شكلها ايه؟ الجوده اللي انا عايز انافس بيها. وانا ليه بجيب يا اولاد مكن السي ان سي؟ انا بجيب مكن السي ان سي عشان ما انافسش محلي، انافس ايه؟ دولي وعالمي. يبقى معنى كده ان انا لازم اجيب الاوبشن الحديث بالايه؟ بالجوده الايه؟ الجديده، علشان اقدر من خلالها اطلع منتجات اقدر انافس بيها دوليا وعالميا. ده الفرق ما بين مكن السي ان سي والمكن التقليدي. يبقى احنا قلنا في الاول من حيث الشكل المكنه التقليديه تقليديه الشكل، مكنه السي ان سي فيها زي باب محاط بباب زجاجي كده او غلاف زجاجي، ده بيحمي لي العامل من الضوضاء والريش وسائل الايه؟ التبريد. بالنسبه لعمود الاداره بتاعي بيبقى عباره عن الوز شبه منحرف، مكن السي ان سي بيبقى عباره عن الوز ايه؟ كروي. وقلنا ليه كروي؟ ممكن اجيب لك سؤال، لماذا تم عمل محاور الحركه في ماكينات السي ان سي بالوز شكله كروي؟ هنقول اول حاجه بيقلل الاحتكاك، بيزود سرعه الاجزاء المتحركه، وطالما قلل الاحتكاك وزود السرعه يبقى في الحاله ديت حافظ لي على العمر الافتراضي لمين؟ للمنتج بتاعي فتره كبيره. بالنسبه للعماله، مكن التقليدي بيحتاج لعماله ماهره تقدر تشتغل، مكن السي ان سي بيحتاج لعامل مدرب على ماكينات على برمجه ماكينات التحكم العددي. بالنسبه للدقه، مكن التقليدي بيبقى دقته واحد من مية، ده كبيري. مكن السي ان سي هو كاتب واحد من ألف، أنا دلوقتي وصلت لواحد في عشرة أس ماينس 12 من الملي متر. طيب بالنسبة للتكلفة بقى يا ولاد، التكلفة المكن السي ان سي بيكون خمس أضعاف المكن المانوال،
تمام يا حبايبي، ده كده المقارنه ما بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليديه. ننتقل بقى مع بعض لسؤال تاني جميل كده في حلقتنا. السؤال بتاعنا بيقول ايه بقى؟ بيقول اذكر انواع الحركه في ماكينات السي ان سي. طيب احنا عايزين دلوقتي يا مس نفرق ما بين حاجتين. حضرتك قلت لنا انظمه ماكينات السي ان سي وانواع الحركه في ماكينات السي ان سي. الانظمه خاصه بالكنترول يا اولاد، الحركه خاصه بالاداء اللي هتشتغل، العده اللي هتشتغل. طيب انواع الحركه عندي هتكون نوع كم نوع؟ اول حاجه قال لي يمكن تقسيم ماكينات التحكم العددي من حيث الحركه الى ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى قال لي ماكينات ذات تحكم موضعي بوينت تو بوينت. الماكينات دي بقدر احرك العده بتاعتي من نقطه الى ايه؟ الى نقطه. زي ماكينه مين؟ زي ماكينه الصب وماكينه لحام النقطه. طيب التحكم الثاني تحكم في مسار خطي، اللي احنا بنسميه لينار ايه؟ لينار باس، مسار خطي لينار باس. طب اقدر العده هنا يعني ايه هتتحكم ان هي تمشي في مسار خطي؟ يعني العده هتمشي في خط مستقيم. طالما هتمشي في خط مستقيم اما اساوي سطح او افتح مجرى، وده هيتم فين؟ في مكان الخراطه ومكان التفريز، في مكان الخراطه ومكان الايه؟ ومكان التفريز. طب التحكم الثالث قال لي تحكم في مسار مستمر continuous باس. طب التحكم في مسار مستمر ده اعمل بيه ايه؟ قال لي تشتغل بالكونتور. يعني ايه الكونتور؟ يعني العده ما تسيبش المنتج الا لما تخلص كل اللي مطلوب في المنتج ايه؟ كله. لذلك سميته التحكم في مسار مستمر، العده شغاله شغاله لحد ما تنفذ جميع العمليات المطلوبه في المنتج بتاعي كله. ده التلات اوضاع للتحكم في الحركه لماكينات التحكم الايه؟ العددي. نقول مع بعض بقى التلات انواع بتوع الحركه، التحكم في الحركه. اول وضع التحكم في العده بتاعتي ان هي تنتقل من نقطه الى نقطه. طب العده هتنتقل من نقطه لنقطه، ده هتتم فين؟ المسكاب، مش دي حركه المسكاب؟ يبقى انا عندي هنا التحكم في العده ان هي تتحرك من نقطه لنقطه، المثال بتاعها ايه؟ ماكينه المسكاه. وايه كمان؟ ماكينه لحام البونته او النقطه، تمام؟ دي بردك بتحكم فيها من نقطه الى نقطه. طيب النوع تاني من اوضاع حركه العده التحكم في مسار خطي، يعني العدة تبدأ تمشي على الشغلة في مسار خطي. ده هيتم في أي نوع من المكن؟ ماكينة المخرطة وماكينة الفريزة. ماكينة المخرطة وماكينة الايه؟ الفريزة. طيب التحكم المستمر، مسار مستمر اسمه الكونتينيونز باس، ده أي نوع من المكن؟ كل انواع الماكينات اقدر امشي بيها فيها في مسار مستمر. ليه؟ علشان العده تعمل لي المنتج كامل وما تفصلش عمليه الانتاج الا بنهايه تنفيذ الايه؟ المنتج بتاعي. تمام يا حبايبي؟ ده كده بالنسبه لما يجي يقول لك اذكر اوضاع التحكم في حركه العده. خلي بالك الفرق ما بين السؤالين، أنظمة التحكم هي الـ NC والـ CNC والـ DNC، أنظمة الحركة دي تبص على أداة القطع. أداة القطع هتمشي من نقطة لنقطة، هتمشي في مسار خطي، هتمشي في مسار إيه؟ مستمر. نفرق يا ولاد ونركز في الأسئلة بتاعتها، ركز في الداتا ثواني، هتطلع الإجابة صحيحة وهتجيب إجابة تاخد عليها درجة عالية جدا. تمام؟ يبقى أنا عايزة أولادي يكونوا متفوقين. ركز في صيغة السؤال اللي بيجيلك وطلع الداتا صح وابدأ جاوب إجابة نموذجية. أنا كده بقفل المادة بتاعتي. تمام؟ يبقى أنا عايزة بقى بعد كده نشوف سؤال كده جميل بيقول لي محاور الحركة بتاعتي في مكن السي ان سي. الله، ده ايه المكنة اللي قدامي دي؟ دي المحاور في مكنة المخرطة. طب هما كام محور يا ميس؟ هما قدامنا محورين، المحور اكس والمحور ايه؟ والمحور زد.
اهو المحور اكس يا ولاد، وده المحور ايه؟ المحور زد. يبقى انا عندي مكنة الخراطة بيبقى فيها كام محور؟ محورين. هما ايه هي المحاور؟ المحور اكس وايضا المحور ايه؟ المحور زد. طب مكنة الفريزة بقى المحاور الاساسية فيها كام محور؟ قال لي 3 محاور. طب ايه ال3 محاور بتوع يا ولاد؟ بص يا ولاد، طول الشغلة بيبقى المحور اكس، عرض الشغلة بيبقى المحور واي، العمق بتاعي بتاع الشغلة وبتاع الاسبندل اللي هينزل جوه الشغلة بيبقى المحور زد. يبقى انا عندي في الفريزة 3 محاور، محور على طول الشغلة وهو المحور اكس، محور لعرض الشغلة وهو المحور واي، محور باخد بيه عمق التفريز بتاعي وهو المحور زد. هنا بقى سؤال جميل قوي 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 يا ولاد ومهم جدا جدا لينا، بيقول عليه عرف نقاط الصفر في ماكينات التحكم العادي. طيب حلو قوي، ايه هي نقاط الصفر وانا بستخدم اصلا نقاط الصفر دي في المكنه ليه؟ نقاط الصفر دي يا ولاد هي مرجعيه المكنه، يعني لما بحط شغله الشغله دي ابعادها بتنسب لنقطة بداية التشغيل على المكنة. نقطة بداية التشغيل على المكنة بسميها نقطة صفر الماكينة. يبقى أنا لازم ليا مرجعية أقيس من خلالها الأبعاد اللي هبدأ أنفذها فين؟ على الشغلة. إيه المرجعية بتاعتي؟ اسمها النقط المرجعية. مين النقط المرجعية؟ هي نقاط الصفر على الماكينة. طب ايه هي نقاط الصفر بتاعتي؟ قال لي نقطة صفر الماكينة وبنسميها الماشين زيرو بوين. طب وعندي نقطة تانية اسمها نقطة صفر الشغلة اللي ببدأ من خلالها عملية القياس للتنفيذ للمنتج بتاعي، وبسند اليها كل ابعاد الشغلة بتاعتي، دي بسميها نقطة صفر الشغلة اسمها الورك بيس زيرو ايه؟ زيرو بوينت. طب وعندي نقطة تانية اسمها نقطة الارتداد اسمها الريفرنس بوينت. طب واخر نقطة، نقطة انطباق تثبيت العدة في برج العدة بتاعي، ودي بنسميها النيترال بوينت. النيترال ايه؟ بوينت. يبقى انا عندي الماشين زيرو بوينت نقطة صفر الماكينة، الورك بيس زيرو بوينت نقطة صفر الشغلة، الريفرنس بوينت نقطة المرجع أو نقطة الارتداد للعدة بعد ما تخلص شغلها. طيب والنيترال بوينت اللي هي نقطة انطباق الساق بتاع العدة مع الاسبندل اللي بربط فيه الايه؟ في العدة بتاعتي. نقطة انطباق ساق العدة مع حامله، ده اللي مكتوب عندك في الكتاب. طب احنا نقولها ازاي؟ نقطة ارتباط العدة بتاعتي مع الاسبندل اللي انا بربط فيه العدة في الحالة دي، يبقى دي عبارة عن ايه؟ نقطة الانطباق دي بنسميها نقطة اللي هي الماسك العدة مع ساق العدة، وبنسميها النيترال ايه؟ النيترال بوينت. حلوة قوي. نبص بقى مع بعضينا كده على السلايد بتاعتنا ونشوف النقاط دي بتاعتنا على الماكينة اللي قصادنا. المكنة اللي قصادي بتقول لي انا عندي هنا 3 نقاط. النقطة الأولانية حبايبي وهي نقطة صفر، مين؟ صفر الماكينة، هي الماشين زيرو بوينت. النقطة الثانية هي نقطة صفر مين؟ الشغلة بتاعتي اللي هي الورك بيس زيرو بوينت. عندي نقطة ايه؟ الارتداد بتاعتي اللي هي أقصى مسافة اتحرك إليها العدة في اتجاه اكس واتجاه ايه؟ واي، اللي هي الريفرنس بوينت. نقطة تثبيت العدة في البرج بتاعي أو في الاسبندل بتاعي، نقطة تثبيت ساق العدة على حامله بنسميها النيترال ايه؟ النيترال بوينت. طيب نبدأ نجيب كده، ايه هي تعريف نقطة صفر الماكينة؟ قال لي نقطة صفر الماكينة فين يا ميس؟ اهي نقطة صفر الماكينة اهي. انا عايز اعرفها يا ولاد. قال لي هي نقطة موجودة على منضدة الماكينة. ايوة فعلا، ما هي نقطة هي موجودة على منضدة الماكينة وفي فضاء التشغيل. ايوة هي فعلا نقطة موجودة في فضاء ايه؟ مساحة التشغيل. طيب وتحدد لنظام التحكم حدود المحاور بتاعتي وموقعها، وبيكون
ابعاد النقطه دي واحداثياتها هي عباره عن اكس فيها بزيرو، واي فيها بزيرو، زد فيها بزيرو. يبقى هي نقطه موجوده على ندود الماكينه، على صينيه المشغولات، موجوده في فضاء عمليه التشغيل، بيبقى فيها الاحداثيات بتاعتي اكس بزيرو، واي بزيرو، زد بزيرو. دي نقطة صفر الماكينة. طيب نقطة صفر الشغلة بقى، قال لي نقطة صفر الشغلة هي عبارة عن اهي، نقطة صفر الشغلة الحمراء ديت اللي موجودة على احد يعني حواف الشغلة بتاعتي، واحيانا بيكون في منتصف مين الشغلة بتاعتي. قال لي هي نقطة يخترها المبرمج على قطعة التشغيل، لذلك قلت لك هي ممكن تكون على الحواف وممكن تكون في منتصف مين سطح الشغلة، يبقى هي نقطة مين اللي بيختارها؟ المبرمج. طيب المبرمج ده بيختار مكان النقطة دي حسب ما يكون ملائما لعملية البرمجة، وبيكون بيكون ما بتكون احيانا مركزا لاحداثيات قطعة الايه الشغلة. فمثلا إذا كانت قطعة التشغيل متماثلة المحاور فهذه النقطة دائما تكون في منتصف مين الشغل. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده بقى؟ لازم له توضيح. طيب بص يا حبايبي، احنا دلوقتي بنقول نقطة صفر الشغل، نقطة صفر الشغلة دي اما تكون على احد اجناب الشغلة بتاعتي واما تكون في منتصف الشغلة بتاعتي. امتى تكون في منتصف الشغلة؟ لو الشغلة بتاعتي هيبقى فيها اسطح متماثلة بختار صفر الشغلة في منتصف الايه الشغل. لو الشغلة بتاعتي ما فيهاش شغل متماثل يبقى في الحالة دي نقطة صفر الشغلة بيكون على احد اجناب سطح الايه الشغلة بتاعي. نقطة الاسناد او المرجع اللي بنسميها الريفرنس بوينت هي اقصى مسافة يتحرك اليها العدة في اتجاه اكس وزد. بص هي مكانها بعيد خالص جدا. طيب يبقى معنى ان هي بعيد خالص جدا جدا كده هي اقصى مسافة تتحرك اليها العد في اتجاه مين ومين؟ في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور زد. طيب نقطة صفر العدة، نقطة صفر العدة اللي احنا قلنا عليها بنسميها التول زيرو ايه بوينت، وهي نقطة انطباق ماسك العدة على ايه؟ على حاملها. السؤال اللي جاي ده سؤال جميل جدا جدا جدا. احنا من السؤال اللي فات ده كان مهم قوي، تعريف نقاط الصفر للماكينة. نقطة صفر الماكينة ودي نقطة بتبقى موجودة على سطح الندود بتاعة الماكينة، صينية المشغولات، والنقطة دي بتكون معروفة من قبل صانع المكنة وغير قابلة للتغيير، وبتبقى المحاور فيها اكس بزيرو، واي بزيرو، وزد بزيرو. نقطة صفر الشغلة اما بتتحط على احد اجناب الشغلة او في منتصف قطعة الشغلة. لو الشغلة بتاعتي ذات محاور متماثلة بختار نقطة صفر الشغلة في منتصف الايه الشغلة. لو الشغلة بتاعتي مش ذو تشغيل متماثل بيبقى نقطة صفر الشغلة على احد اجناب ايه قطعة التشغيل. حلو قوي. طيب قال لي بقى ان نقطة صفر الشغلة ديت هي بتبقى يعني وظيفتها ايه؟ قال لي بيسند اليها جميع ابعاد ايه الشغله بتاعتي. طيب احنا عندنا بعد كده نقطه ايه الارتداد او نقطه المرجع اللي هي الريفرنس بوينت، هي اقصى مسافه اتحرك اليها العده في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور زد. طب ونقطه صفر العده، قال لي نقطه صفر العده هي انطباق ماسك العده على حاملها. تمام. السؤال اللي جاي لنا بقى ده دلوقتي سؤال جميل جدا، اشرح طرق برمجة ماكينات التحكم العدسي. حلوة. بص يا ولاد، احنا عندنا طريقتين بنبرمج بيهم المكن بتاعنا ده، طريقة اسمها طريقة الآلية وطريقة تانية بنسميها البرمجة اليدوية. يبقى انا عندي البرمجة اليدوية والبرمجة الايه الآلية. لو انا يا ولاد مسكت الرسم اللي جاي لي وفسرت الرسمة وبدأت أنا أدخل بيانات الرسم ده بشروط القطع للمكنة يبقى دي برمجة يدوية أنا اللي عملتها. لو أنا جبت الرسمة دي واديتها للمكنة كصورة والمكنة بناء عن الصورة دي حددت خطوات التشغيل واختارت العدة واختارت شروط القطع، المكنة هي اللي اختارت. مين اللي اختار بقى للمكنة؟ البرنامج اللي أنا دخلت له الإيه الصورة.
بناء على الصورة بتاعتي بيبدأ يحدد شروط القطع بتاعته، العدد اللي هي اللي هشتغل بيها، سرعة القطع والتغذية وعمق القطع، أبعاد الشغلة دي هتبقى قد إيه، طيب العدد دي اللي أنا هشتغل بيها دي نوعها إيه، التسلسل المنطقي لعمليات التشغيل هو بيعمله. لو العملية دي كلها تمت عن طريق البرنامج اللي أنا حطاه يبقى دي اسمها برمجة آلية. إنما لو أنا اللي مسكت المنتج بتاعي والرسمة بتاعتي، وأنا اللي دخلت بيانات الرسمة دي لجهاز الكمبيوتر، وأنا اللي اخترت الأكواد وعملت البرنامج ودخلت شروط القطع واخترت العدد اللي أنا عايزاه وعملت التسلسل المنطقي لعمليات التشغيل ودخلتها للمكنة، في الحالة دي بقت اسمها برمجة إيه؟ آلية. يبقى أنا لما يجي يقول لي اشرح طرق البرمجة هقول له عندي نوعين من البرمجة، برمجة يدوية أنا اللي بشتغل بإيدي، برمجة آلية بدخل الصورة للمكنة وتبدأ المكنة هي اللي تعمل البرنامج إيه؟ كله. يبقى أنا لو دخلت أبعاد المنتج، شروط القطع، التسلسل المنطقي لعمليات التشغيل، أدوات القطع بتاعتي أنا اللي دخلتها، يبقى دي برمجة إيه؟ يدوية. إنما لو أنا دخلت الرسمة بس بتاعتي وبرنامج التشغيل هو اللي قام بعمل تسلسل منطقي لعمليات التشغيل واختار العدة واختار شروط القطع، يبقى في الحالة ديت اسمها برمجة ايه؟ آلية. مع بعضينا بقى كده نشوف السؤال وازاي نقدر نجاوبه ونرصد اجابته بطريقة دقيقة. اشرح طرق برمجة ماكينات التحكم العددي. طيب ايه هي الطرق؟ قال لي أولا البرمجة اليدوية هي الإعداد المباشر للبرنامج التشغيل عن طريق تحويل خطوات التشغيل لقطعة الشغلة إلى برنامج مستخدما أحد لغات الإيه؟ البرمجة. خطوات البرمجة اليدوية: تحديد، أنا اللي بحدد المعلومات الفنية زي الأبعاد والتفاوتات وأدوات الإيه؟ القطع. كمان أنا اللي بحدد شروط القطع زي التغذية وسرعة القطع وعمق الإيه؟ القطع. كمان أنا اللي بحدد أفضل تسلسل تشغيلي إيه؟ ممكن. أنا اللي بقوم بكتابة البرنامج. معنى كده إن أنا اللي عملت الشغل ده كله، يبقى دي برمجة إيه؟ يدوية. ثانيا البرمجة الآلية ويقصد بيه الإعداد غير المباشر للبرنامج التشغيل عن طريق إيه؟ عن طريق استخدام نظام التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب الآلي. يبقى كده في برنامج هو اللي هيقوم بتنفيذ المنتج. البرنامج ده اسمه إيه بقى يا ولاد؟ اسمه الكاد كام. اسمه ايه يا ولاد؟ الكاد كام. طالما برنامج الكاد كام هو اللي هيقوم بعملية التصنيع، يبقى دي اسمها برمجة آلية. انا هنا مش هعمل اي حاجة، انا عندي برنامج هدخل له الرسمة، البرنامج ده اسمه برنامج الكاد كام. برنامج الكاد كام ده هياخد لي الرسمة بتاعتي ويحولها لي الاوامر الايه؟ الكاد. ثم يقوم بتحويل اوامر الكاد الى اوامر الكام. طب هو ايه يا مس اوامر الكاد وايه هي اوامر الكام؟ اوامر الكاد يا ولاد انا بدخل الصورة بتاعتي، البرنامج بياخدها بيحولها لرسم هندسي، ده كده خط اللاين والارك والكلام ده زي ما بناخد في الاوتوكاد. هو بيحول لي الصورة اللي انا مدخلاها لرسمة بالكاد. خلاص بعد ما بيرسم لي الرسمة بالكاد، بيروح هو البرنامج برضك محول لي الرسم اللي رسمه ده لأكواد برمجة. ده أكواد إيه؟ برمجة. تمام. يبقى أنا هنا ما عملتش حاجة، البرنامج اديته الصورة حولها لرسمة أو تصميم، وحول التصميم لإيه؟ لعمليات تنفيذية داخل الايه؟ الماكينة عن طريق اكواد الحركة بتاعتي. يبقى هنا دي اسمها ايه؟ اسمها برمجة آلية، لان هو اعداد غير مباشر، اعداد تم عن طريق برنامج، فهو اعداد لتنفيذ المنتج بس بطريقة غير ايه؟ مباشر، عن طريق مين؟ برنامج الكات كيب. حلو يا ولاد. طب تعالى نشوف بقى هنا البرمجة الآلية دي بتحتاج مني ايه بقى.
قال لي البرمجة الآلية بتحتاج إن أنا أديها الرسمة، أدي للمكنة بتاعتي الرسمة، المكنة بقى هي اللي بتقوم بإدخال الإيه البيانات، بيقوم الحاسب الآلي باختيار شروط القطع، كمان الحاسب الآلي هو اللي بيبدأ يحدد التسلسل التشغيلي، الحاسب الآلي هو اللي بيقوم بتحديد أدوات القطع المناسبة، كمان الحاسب الآلي هو اللي بيحدد مسار العدة، ويقوم المعالج بتحويل تلك المعلومات السابقة كلها إلى برنامج إيه تشغيلي، وإصداره لمين؟ لماكينات التشغيل عشان يتم إيه؟ تنفيذه. ده كده البرمجة الآلية. وأخيرا يا أولاد لغات البرمجة، لغة البرمجة عندي ثلاثة، لغة الكاد والكام والكونفرزيشن بروجرام. وبكده حبايبي أنا وصلت معاكم النهاردة لنهاية حلقتي الجميلة، أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا شباب.